يا فضيلتك، نعم، معنا ضابط شرطة لا يقبض علي ولا حاجة بعد الهوا. الضابط محمد عبد الوهاب، السلام عليكم يا فندم. سلام يا صابر، اهلا وسهلا، اتفضل. شوف يا فندم، انا اخشى ان انا اخرج عن صحوة البرنامج، او اخشى، انا احب ان انا اوصل رسالة لشعب مصر الاول قبل اي شيء. اتفضل يا فندم. احنا ضباط الشرطة لسنا مع طرف على الاخر لا يحل من الاحوال، انما في النهايه بتشرط دورنا حفظ الامن في المجتمع. صحيح. واللي احنا شايفين قدامنا ان اللي بيحرض وبيقتل، وان الطرف الثالث بدا يظهر للشعب، احنا كنا عارفينه طول عمرنا، عارفينه من يوم الثوره، بس ما نقدرش نتكلم كنا. انما الشعب الان عرف مين هو الطرف الثالث، عرف ان الاخوان المسلمين قدروا حتى يحركوا السلفيين اللي عندهم مبدأ عدم اراقة الدماء بخبصهم، قدروا يحركوهم، ارقوا دم شعب مصر. احنا كظباط شرطة، انا بضم صوتي لصوت المقدم وليد اللي كان بيتصل امبارح على احدى القنوات التلفزيونية، لن نترك من اسال دم الشعب المصري، لن نترك. في مننا ظباط بتوثق الاعتداءات اللي بتتم على الشعب المصري، ان كانت القيادة السياسية الامنية الان ما ادتناش التعليمات ان احنا نتحرك، انما هيجي وقت نتحرك فيه. عشان كده احنا بنوثق هذه الاعتداءات اللي بتحصل على شعب مصر. انا بقول للشعب المصري، ضباط الشرطة، انا بتكلم باسم ضباط الشرطة وليس اي فصيل اخر، لن نترك من ساهم في ترك دماء الشعب المصري تسيل، مش مجرد ساهم، اللي ترك دماء الشعب المصري. احنا عندنا رئيس جمهورية عوقب بالقتل السلبي قبل الثورة، اما كان في ثورة ليه؟ اللي بيحصل ده حرام حرام. اي حرية بتحدث عنها فضيلة الضيف بتاعك، اي حرية؟ ما احنا كان عندنا حرية، ما كان كل اللي عايز يقول حاجة بيقولها ايام حسني مبارك، كان كل اللي عايز يقول اي حاجه لغايه لدرجه انه يشتم في رئيس الجمهوريه. هو ابراهيم عيسى ما طلعش شتم في رئيس الجمهوريه؟ انما اللي بيحصل ده، اللي بيتكلموا زي ما انتوا عايزين، اعملوا زي ما انتوا عايزين، انما احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. طب اعمل اللي انت عايزه، بس ما تموتش الشعب المصري بالمنظر ده. انت عشان لقيت الشرطه رفضت انها تتعرض للمتظاهرين نزلت ميليشياتك عشان تضرب المتظاهرين. احنا غير راضيين عن ده تماما، احنا غير راضيين عن ده تماما. وهيفاجئ في لحظة، هيفاجئ في لحظة معينة ان الشرطة بتشتغل بتعليمات، مش عايز اقول من غير تعليمات، لان احنا برضو مؤسسة، ومؤسسة وطنية، والقائد بتاع المؤسسة ده رجل وطني، هو بس ما بين شقي الروحة مش قادر ياخد قرار علشان خاطر ما يعملش حرب اهلية في البلد، عايز يفضل المؤسسة تحت راية واحدة. انما في لحظة من اللحظات سيتحتم على اكبر مؤسستين في مصر ان تتحرك لحماية الشعب المصري، وليست الشرعية زي ما بيقولوا الشرعية للصندوق. اي صندوق تتحدث عنه؟ صندوق اللي وصلت له بعد كده بقى شرعي؟ طيب والمحكمة الدستورية العليا، هي دي مش شرعية؟ لما تنزل وتقف قصادها وتعطل حكمها وتعطل انعقادها، هي دي مش شرعية؟ انت بتاخد جزء من الشرعية على مزاجك والباقي تسيبه؟ اي شرعية تتحدث عنها؟ هذه المؤسستين دول دورهم ليس حماية النظام، وانما حماية الشعب المصري وحماية الجمهورية المصرية، الجمهورية المصرية اللي قامت على الحب، على المدنية، على تهالف كل الاطياف وكل الاديان داخل هذا المجتمع. عايزين تغيروا هذه التركيبة؟ لا. المؤسستين دول اضافة الى المؤسسة الخاصة بتأمين الجمهورية المصرية، دول دورهم حماية الجمهورية وليس حماية نظام. شكرا ليك.